السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله رب العالمين حنكمل في مساق الاستاتيكا. المحاضرات الماضية خلصنا شابتر 4، انتهينا من أطول شابتر في المساق وأهم شابتر تقريبا، كل الشباتر الخامس والسادس بيعتمدوا عليه. شابتر 5 و6 بيعتمدوا تقريبا بشكل كبير على شابتر 4، 9 و10 ما فيش اعتماد فيهم على أي شابتر لأنه مواضيع جديدة إن شاء الله. شابتر 5 يمكن ياخذ مني 3 محاضرات، تمام؟ بعديها إن شاء الله هنتكلم شابتر 6 ممكن ياخذ منه 4 محاضرات، تمام؟ شابتر 9 3، وشابتر ممكن 10 3 محاضرات، يعني تقريبا ضال عندنا نقول 3 و4 7 و6 13 محاضرة، يعني تقريبا عندنا ضايل 4 أسابيع، تمام؟ هناك تقريبا انهينا المساق، يعني ممكن في الأسبوع ال 12 أو ال 13 نخلص المساق عشان بعد كده نستعد للامتحانات النهائية إن شاء الله. بس قبل الامتحانات النهائية حيكون في عندنا كويز زي ما اتفقنا مع الشباب امبارح على التليجرام. ان شاء الله هعمل انا اعلان على التليجرام وعلى اليوبنار انه في عندنا كويز يوم السبت القادم ان شاء الله، بيكون التاريخ يوم السبت القادم بيكون التاريخ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السبت القادم التاريخ يمكن 21 22، بيكون عندنا 21 21 11 ان شاء الله حيكون في عندنا يوم السبت كويز في شابتر 4 كامل، تمام؟ يعني الكويز حيكون عباره عن سؤالين في الاغلب، تمام؟ عباره عن سؤالين حيكون عليه 10 درجات الكويزها ان شاء الله، لانه ال 20 الجايات ان شاء الله يعني حنرصد. احنا الحين اخذنا كويز وواجبات رصدت عليهم 20 درجه. الكويز الاول اللي هو عملناه تمام كان عليه حط عليه 10 درجات، واللي عندي الواجب الاول والثاني هحط عليهم 10، الواجب الثالث والرابع مع الكوز اللي جاي عليهم كمان 20 درجه ان شاء الله، وعندنا 60 درجه على الامتحان النهائي، او اذا ما كانش في امتحان نهائي يمكن حنعمل هنا كوزات وواجبات ان شاء الله رب العالمين. طيب الشابتر هذا شباب، بس نرجع في المساق لورا شويه مع بعضنا. تتذكروا تكلمنا في شابتر 1 كانت انتروداكشن، بدي تركزوا معي في بدايه هذه المحاضره. شابتر 1 تكلمنا انتروداكشن في الاستاتيكا، شابتر 2 تكلمنا عن شغله اسمها الريزلتنت فورس. ريزلتنت فورس اللي جايه على البارتكل، ايش يعني جايه على البارتكلز؟ يعني ريزلتنت للفورسز اللي بتلتقي في نقطه واحده بتاثر على بارتكلز، تمام؟ وتتذكروا شابتر 2 لو رجعتوا له كل الفورس كانت تلتقي مالها في نقطه واحده. شابتر 3 رجعنا نتكلم عن ايكوليبريم البارتكلز، ايش ايكوليبريم البارتكلز؟ يعني ايكوليبريم للفورس اللي بتاثر على بارتكلز، يعني برضه ايش مالها بتلتقي في نقطه واحده. شابتر 4 رجعنا تكلمنا ريزلت اند فورس، بس ريزلت اند فورس ها شوف شابتر 2 كان ريزلت اند فورس، شابتر 4 ريزلت اند فورس، شابتر 2 لما كان ريزلت اند فورس لفورسز تلتقي في نقطة واحدة يعني بتأثر على بارتكل، شابتر 4 تكلمنا عن ريزلت اند فورس لفورسز ما بتلتقيش في نقطة واحدة وإنما بتقع في مستوى واحد أو ممكن تقع في إيش؟ في الفراغ، تمام؟ كويس؟ وتكلمنا عن موضوع العزم بشكل كبير عشان بعد كده وصلنا لشغلة اسمها الإكويفلنت سيستم، تتذكروا ريزلت اند فورس يعني إيش ريزلت اند فورس؟ يعني كل الفورسز اللي كانت موجوده انا اتذكر كيف كنا نحولها لفورس واحده ولا مومنت واحده وبعد كده صرنا نحولها لايش؟ لا بس فورس واحده. فتكلمنا في شابتر 2 قلنا ريزلتنت فورس لفورس بتلتقي في نقطه واحده، شابتر 4 ريزلتنت فورس لفورسز ما بتلتقيش في نقطه واحده، تمام؟ كويس؟ مش شرط تلتقي في نقطه واحده. شابتر 3 تكلمنا عن الكوليبريم ان بارتكلز، في شابتر 5 برضه حنتكلم عن الكوليبريم، بس الكوليبريم في شابتر 5 بيختلف عن الكوليبريم شابتر مين؟ شابتر ايش؟ 3. الكوليبريم في شابتر 3 كان على البارتكلز، الكوليبريم في شابتر 5 حيكون على الريجيد بودي زي ما تكلمنا ريزلت اند فورس على في شابتر 4 على جاي على بودي، تمام؟ في شابتر 5 حنرجع نتكلم عن الكوليبريم للفورسز اللي جاي على ريجيد بودي. ايش يعني الكوليبريم فورس جاي على ريجيد بودي؟ يعني ما بتلتقيش في نقطه واحده، تمام؟ يعني في بيصير عندنا اتزان. هنا شباب بدنا نذكركم بس في شابتر 2، شابتر 2 لما كان يتكلم شابتر 3 يا رب، لما كان يتكلم عن الكوليبريم كان عندنا في ال 2 دي معادلتين، سمشن الفورس في الاكس بيساوي صفر صفر وسمشن الفورس في الواي بيساوي صفر. لما صار عندنا 3 دي صار عندنا سمشن الفورس في الاكس بيساوي صفر وفي الواي بيساوي صفر في الزد بيساوي صفر. شابتر 5 مش هنتكلم في ال 3 دي، شابتر 5 مش هنتكلم في 3 دي نهائي، بس هنتكلم في ال 2 دي، يعني حيصير عندنا بدنا نقارن بين ال 2 دي بتاع شابتر 2 3 وال 2 دي بتاع شابتر ايش؟ بتاع شابتر 5. في ال 2 دي بتاع شابتر 3 سمشن اف الاكس بيساوي صفر سمشن اف الواي بيساوي صفر. في ال 3 دي هنا في شابتر 5 هنتكلم في ال 2 دي حيزيد عندنا معادلات على معادله الاكس والواي، يعني حيكون في عندنا معادلتين هم سمشن اف الاكس بيساوي صفر سمشن اف الواي بيساوي صفر، وحزيد عندي كمان معادله حنشوف ايش هي المعادله هذه المعادله لها علاقه بشابتر مين؟ بشابتر 4.
تمام. هنتكلم ان شاء الله في كوليبريم ريجيد بودي، عشان كده خلال الشابتر تو ديفلوب ذا ايكويشنز اوف كوليبريم فور ريجيد بودي، نعرف ايش هم الايكويشن اللي بيعملوا اللي بنقدر نطبقهم عشان ايش يصير في عندنا في هذا السيستم متزن. احنا نعرف يا شباب انه اي شيء في الدنيا عشان يصير متزن لازم يكون سمشن الفورس جاي عليه بيساوي صفر، هيك بنعرف اذا كان بارتكل، اذا كان ريجيد بودي حتزيد عندنا معادله. To introduce the concept of the free body diagram for rigid body. زي ما شباب ما رسمنا free body diagram تتذكر كنا نقول طلع وين النقطة اللي بتجمع فيها force وروح ارسم لها free body diagram. في هذا الشابتر شابتر 5 حنتكلم على free body diagram بس مش الفورس اللي بتقع على النقطة وإنما لبضي كله لجسم كامل، تمام؟ زي مبنى مثلا، حزام، سيارة، أي حاجة إيش الفورس بتأثر عليها، تمام؟ نشوفها ونرسم إيش free body diagram. تشو how to solve rigid body equilibrium problems using the equations of equilibrium. نعرف كيف نحل الفورسز المجهوله اللي جايه على ايش على rigid body. وهذه شباب الفورسز المجهوله دائما وابدا تكون من ثلاث شغل من شغلتين دائما. هذا شباب في الاغلب يعني هذه الفورسز المجهوله اللي بتكون جايه على rigid body بتكون من شغلتين، يا اما رياكشن رد فعل تمام جاي من سطح معين بنركز عليه تمام كويس، او بتكون جايه شد في كيبل او في حبل او في شغله زي هيك تمام. فيش حاجه غير هيك في الاغلب تمام كويس. هذه عباره عن المجاهيل دائما بتكون في ايش في الريجيد بودي اللي انا بدي اعرفها. طيب عشان نصل للموضوع تاعنا تاع الاتزان في الريجيد بودي بدنا نعرف شغله اسمها السبورت، السبورت الدعامات. عشان هيك ايش بقول لهم ايدنتيفاي سبورت رياكشنز، بدنا نعرف ايش هي الرياكشنز اللي تو قلت عنها ردود الافعال. هل ردود الافعال تنتج نتيجه ايش وجود السبورت؟ بدنا نتعرف على انواع السبورت تمام. عشان كده لازم نتعرف على انواع السبورت عشان نعرف ايش ردود الافعال اللي جايه في هذا السبورت. هذا كلام منطقي يا شباب. يعني مثلا ايش يعني ردود افعال؟ ايش يعني باشمهندس ردود افعال؟ ايش يعني سبورت؟ لو عندك طاوله كم رجل لها؟ تقريبا 4 رجلين. لو حاطين عليها احمال او اوزان او انت طلعت عليها او ضغطت عليها فورس ايش بيصير في الرجلين تاعينها؟ بيصير رد فعل. طيب نكبرها شوي نيجي لمبنى، المبنى في ايش فيه؟ اعمده. ايش حامل فوقيه الاعمده؟ حامل السقف وحامل الناس وحامل كل شيء من اثاثها. هذه عباره عن احمال، عباره عن فورسز بتاثر على مين؟ على السقف. السقف بودي هذه الفورس لمين؟ للاعمده. بصير عندي ردود افعال في مين؟ في الاعمده. فهنا شباب لازم نعرف ايش انواع السبورتس هذه تمام، انواع السبورتس عشان نعرف ايش ردود الافعال اللي بتتولد فيها عشان نقدر نجيب قيمه ردود الافعال هذه. طيب بعد كده يا شباب درو افري بادي دياجرام، نرسم شغله اسمها الفري بادي دياجرام. طيب هنا يا شباب عامل شغله هيك بسيطه بس انا شايفها معقده شويه بس خلينا برضو اشرحها بلكن بينت معنا شو يعني بلكن وضحت كويس. هنا 200 كيلوغرام بلاتفورم سسبندد اوف ان اويل ريج. هنا شباب في رافعه بترفع زي ما انتم شايفينها تمام كويس، وزنها 200 كيلوغرام. هذه الرافعه نفسها شايفينها هذه الوزن تاعها الذاتي تاعها ايش ماله 200 كيلوغرام. How do we determine the force reactions at the joints and the forces in the cables؟ شوف يا شباب هذه مربوطه بكيبل هنا، طلعوا كيبل هنا وكيبل هنا تمام. بدنا نجيب انا قلت لكم قبل شويه الفورسز المجهوله دائما تكون يا اما في كيبل يا اما ايش رد الافعال، ومرتكزه هنا هذه مرتكزه هنا وهنا تمام كويس. بقول لي بدنا نجيب قيمه الرياكشن اللي جاي هنا على مكان الارتكاز. اه يا شباب دائما اي شغله مركز عليها بتقلد قيمه الرياكشن جاي على مكان الارتكاز هنا وقيمه الشد اللي في الكيبل هنا تمام. هاو ار ذا ايدلايزد موديل. في شغله يا شباب بنسميها الايدلايزد موديل. احنا في المسائل مش حنروح نديك شغله زي هذه ونقول لك اعمل لها الايدلايزد موديل تمام. من نديك الايدلايزد موديل وانت ترسم من اللي في البريد دياجرام. فهو راح يعمل الايدلايزد موديل في ال2 دي. هاي ايش معنى الايدلايزد موديل؟ الحين ايش معنى نشوف ايش معنى الايدلايزد موديل. راح رسم الرافعه زي ما هي تمام. هي ها هذا الايدلايزد موديل شباب كويس. وقال هنا في سبورت، هي رسم السبورت هي شكلها تمام. احنا نتعرف ايش انواعهم بعد هيك. وقال هنا في كابل شددها تمام كويس. وهنا قال هنا السنتر اوف جرافيتي ايش الوزن تاعها بياثر في المنطقه هاي. فهذا شباب بنسميه مين؟ الايدلايزد موديل تمام. ايدلايزد موديل. انا مش هروح اجيب لك صوره زي كده واقول لك اعمل ايدلايزد موديل، بعديك الايدلايزد موديل مباشره وبقول لك ارسم من الفري بادي دياجرام. بقول لي هاو ار ذا ايدلايزد موديل اند ذا فري بادي دياجرام يوز تو دو ذس تمام. ويتش دياجرام ابوف از ذا ايدلايزد موديل. بقول لي هذا الدياجرام هو عباره عن ايش الايدلايزد موديل. طيب الايدلايزد موديل راح رسم الرافعه زي ما هي تمام. دائما شوف الايدلايزد موديل بكون مديك سبورت، بكون مديك كيبل، بكون مديك فورسز معلومه
بكون ديك مكان في الاغلب اذا كان بده ياخذ الوزن الذاتي تاع الجسم تاع البضي بكون مديك في سنتر اوف جرافيتي تاعه وين مكانه. اذا انت بتقدرش تعرف مكانه يعني شكل بنقدرش نعرف مكانه زي هنا مدين هاي السنتر اوف جرافيتي تاعه بقول بعد بعد 8 من هنا و1.4 من هنا تمام. هاي شباب الايدلز موديل هنا كيبل تمام. فبقول دائما يا شباب لما نيجي نرسم الفيبر دياجرام وين ما بنشوف كيبل بنقطعه وايش بنحط فيه؟ بنحط فيه تنشن. هذا الكلام اخذناه قبل كده تمام. هنا قطعنا الكيبل حطينا فيه ايش وتنشن، ولازم الزاويه هذه زي ما هي نحطها ايش هنا 70 درجه. بنرسم الابعاد زي ما هي، بنقول هذا الايدلز موديل تاعنا، بنشيل السبورت رياكشن، هذا السبورت بنشيلها وبنحط بدلها رياكشن. كم رياكشن فيها؟ بقول هاي في السبورت فيها تو رياكشن، حنعرف ليش قدام، حنعرف ليش ايش فيها تو رياكشن. المهم هي بتمنع الحركه هيك، يعني بتخليهاش تفلت هيك، وبتمنع انها تنزل لتحت تمام، وبتمنعها تنزل ايش لتحت، فيها ايش تو رياكشن. فصار عندي الفري بادي دياجرام. الفري بادي دياجرام صار عندي شباب في الوزن، من وين جاب الوزن 1962؟ هو بيقول لي انه وزنه 200 كيلوغرام، 200 ضرب 9.81 تمام، هادين 1962. فهي رسم الفري بادي دياجرام. الفري بادي دياجرام زي ما بنعرف زي ما حكينا قبل كده يا شباب في ال2 دي للبارتيكلز نفس الكلام، كل الفورس المعلومه، كل الفورس المجهوله، بس هنا حازين عندنا الفورس المجهوله وين في كيبل حنقطعه تمام، ونحط فيه شد، وين في سبورت دعامات حنشيلهم وحنحط فيهم ايش رياكشن. حتقول لي يا باشمهندس ايش عرفني الدعامات هذه؟ انا حعرفك اياهم، حقول لك في السؤال انه هنا في سبورت هان وهان وشكله كذا وهيك وهيك نوعها تمام. حسب الحين حناخذ ايش انواع السبورت تمام. فصار عندي الفري بادي دياجرام كم مجهول فيه؟ 1 2 3. وهذا الجسم متزن في حاله اتزان، يعني مجموع الفورس في الاكس بيساوي صفر. طيب هاي معادله، مجموع الفورس في الواي بيساوي صفر، هاي معادلتين. طب كم مجهول في عندي؟ فيني ثلاث مجاهيل. طب هل ممكن ان احل معادلتين ثلاث مجاهيل في معادلتين؟ مستحيل. فبدنا ندور على المعادله الثالثه الحين ان شاء الله رب العالمين لما نشوف باقي ايش السلايد. هنا شباب نفس الكلام، رسم الايدلايزد عنده هي الشكل، راح رسم الايدلايزد موديل تاعه، هي الايدلايزد موديل تمام كويس. هذا الشكل هنا بقول لي هنا في عندي زي دامر حديد تمام، عليه ثلاثة اوزان هنا جايين تمام. شوفوا هذا، شوف البركسات، ها راح اعوض عن هذه بفورس هنا، اعوض عن هذه بفورس هنا، قال لي كلهم بيسوي اف، هذول اعوض عن هذه بفورس هنا، وهذه حط بدلها سبورت، هذه حط بدلها سبورت. الحين اعرف ليش حط بدلها بالسبورت هيك وهذا حط بدلها سبورت. طلع كيف شكلها بالسبورت، طلع كيف سوي شكل السبورت. هذه حيطه وهذه حيطه، بس هذا شباب تطلعوا لو ضغطنا عليه ممكن تنزل، مستحيل تنزل. لو ضغطنا على هذا برضه مستحيل تنزل. طب لو حركنا هيك تتحرك هذا؟ لا، بتدقر هنا تمام. طب لو حركنا العكس ممكن تتحرك. فهذه شباب السبورت اختلفت عن السبورت، يعني هذه تتقاوم الحركه في الاتجاهات صح، بس بتقاومش الحركه في الاتجاهات. الحين هنعرف ايش معناها تمام كويس. ففي عندنا يا شباب عندنا ستيل بيم، هذا بيم عباره من الحديد، از يوز تو سبورت روف جويست، هاو كان وي ديتيرمين ذا سبورت رياكشن ات اي ام بي، كيف انا بدي اعرف قيمه الرياكشن عند اي بي؟ فقال لي هي الرياكشن عند اي بي، هذا الفري بادي دياجرام. هذا يا شباب الايدلز موديل. الفري بادي دياجرام بدك تروح تشيل السبورت هذا تحط بدلها تو رياكشن تمام، حنعرف ليش تو رياكشن. وهذا حتشيلها حتحط بدلها ايش؟ بدلها وان رياكشن تمام. هذه اللي انا بتقاوم الحركه في اتجاهين، هذا بتقاوم الحركه في اتجاه واحد، هاي معناها. انتم شايفين هنا انه هذا بتقاوم الحركه، هاي الشباب بتقاوم الحركه في الاتجاهين، وهي بتقاوم الحركه في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين هنا تمام. يعني بدناش مش 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 حاجه مش شيء كبير كيف عملها بشكل، يعني ايش معناها؟ هذه معناها تمام، بدناش نغلط فيها. لو ضغطنا فورس هنا في المكان هان هيك هذا حتتحرك، فمع الكلام فيش رياكشن هنا. طب لو ضغطنا فورس من اعلى مستحيل تتحرك لاسفل، يعني في رياكشن هنا، فهي حاطه لها رياكشن واحد عشان تمام. هنا لو ضغطت هيك فورس مستحيل تروح هيك، لانه هنا الحيطه موقفيتها، ولو ضغطت فرصه تحت مستحيل تنزل تحت، ففي عندي رياكشن هيك وفي عندي رياكشن هيك. فهذه شكلها بيختلف عن هذا، عشان بتقاوم الحركه في اتجاهين، هذه بتقاوم الحركه في ايش؟ في اتجاه واحد. فممكن احنا نرسم الفري بادي دياجرام، الفري بادي دياجرام تاعك بصير هاي الافات زي ما هم تمام موجودين عندي، وهنا رياكشن واحد وهنا تو رياكشن. طب على اساس ايش يا باشمهندس هذا الرياكشن حطيته كذا ما حطيتوش العكس؟ كيف ما بدك افرضه؟ كيف ما بدك افرض اتجاه الرياكشن؟ سواء لفوق لليمين لشمال لاعلى لاسفل، بس واحد بكون عمودي واحد بكون موازي، حنعرف ليش والله. طيب again how can we make use of the idealized model and a free body diagram. هي رسمنا الفري بادي دياجرام، هذا الايدلايز موديل. دائما بديك السؤال ايدلايز موديل وبترسم الشغله اسمها ايش؟ الفري بادي دياجرام. طيب شوف هنا شباب نفس المقارنه قارنتها لكم في اول محاضره، في اول ما بدينا في المحاضره هنا بيعمل مقارنه، بقول ان كونستراكت ذا فورسز اون ا بارتيكل تمام
زي ما درس الفورس على البارتكل. The forces on rigid body are not usually concurrent and may cause rotation of the body. هنا بدأ إيش الموضوع يحكي في الموضوع المعادلة الثالثة يا شباب. تمام؟ اللي إحنا قلنا في 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 البارتكل هي البارتكل. الفورسز كلها إيش مالها بتأثر على بقرة تلتقي في نقطة واحدة. سمشن F X بيساوي صفر، سمشن F Y بيساوي صفر، بتطلع قيمة مين الفورس اللي هي F إيش مالها؟ المجهولة. تمام؟ كويس؟ طيب. ولازم يكون عندي F، هاي في عندي F وهنا في عندي ثيتا، مجهولين على الأكثر. تمام؟ فبقول لي عكس او الكلام اللي حكيناه في او الكلام اللي حكيناه يا شباب في البارتكل مش نفس الكلام اللي بنطبق على الريجيد بودي. تمام؟ فبقول لي دائما ذا فورسز ان الريجيد بودي ار نوت يوجوالي كونكرنت، مش دائما الفورسز اللي جايه على البودي مش دائما ما تلتقي في نقطه واحده، ممكن تلتقي في نقطه واحده ها الفورس جاي على البودي كويس، بس مش دائما تلتقي ايش في نقطه واحده. تمام؟ ومرات في الاغلب تلتقيش في نقطه واحده. تمام؟ نوت كونكرنت ان كوز روتيشن اوف ذا بودي. يعني معنى الكلام هذه الفورسز هنا يا شباب الفورس اللي تلتقي على بارتكل صغير مستحيل تعمل فيه روتيشن، يعني بتخلوش يلف. تمام؟ يعني بتولدش فيه عزم. تمام؟ شوفوا يا شباب هذه البارتكل الصغيره هذه مستحيل تولد فيها عزم. وين العزم تتولد؟ تتولد على الريجيد بودي. هذا ريجيد بودي شايفينه بودي كبير هيك ازرق هذا لونه. تمام؟ اثرت عليه فورس 1 اف 2 اف 3 اف 4، انتم ملاحظين انه اف 1 اف 2 اف 3 نون كونكرنت بيلتقوش في نقطه واحده. عشان كده هذه الفورسز اللي بتاثر حتعمل حركه في الاكس، ممكن تعمل حركه في الواي، وممكن تعمل ايش؟ تعمل روتيشن. ايش الروتيشن؟ يعني تولد عزم. يعني المعادله الثالثه كانه بقول المعادله الثالثه بتاعت الريجيد بودي اللي زادت عن بتاعت البارتكل انه سميشن اف اكس بيساوي صفر، ماشي؟ نفس بتاعت البارتكل سميشن اف واي بيساوي صفر، سميشن العزوم عند اي نقطه بتساوي صفر. تمام؟ عشان يصير اتزان في الريجيد بودي يا شباب لازم يكون عندي في ثلاث معادلات. احنا قلنا اذا كان في شابتر ثلاثة عشان يصير اتزان في البارتكلز بيكون عندي معادلتين سميشن اف الاكس بيساوي صفر، سميشن اف الواي بيساوي صفر. في الريجيد بودي لازم يكون عندي سميشن اف الاكس بيساوي صفر، سميشن اف الواي بيساوي صفر، وسميشن العزوم عند اي نقطة شماله بيساوي صفر. فور ريجيد بودي تو بي ان اكوليبريم، عشان الريجيد بودي هذا يصير في حالة اتزان ذا نت فورسز از ويل از ذا نت مومنت اباوت اني ابريتري بوينت او ماست بي ايكوال تو زيرو. بقول لازم مجموع الفورسز بيساوي صفر، مجموع العزوم عند اي نقطة عشوائية ماله بيساوي صفر. هاي شباب زالت عند المعادله اللي هي سميشن مين العزم عند اي نقطه بيساوي صفر، فلا عشان لازم يصير ايش الالتزام في ايش في الريجيد بودي. طيب رجع للمين للرسمه الاولى تحت الايدلايزد موديل هذه والفري بودي دايجرام حكى فيها فور انالايزنج ان اكشوال فيزيكال سيستم فيرست وي نيد تو كرييت ان ايدلايزد موديل. هاي عملنا الايدلايزد موديل. تمام؟ Then we need to draw free body diagram. بهاي رسمنا الفري بودي دياجرام زي ما حكينا لكم، شلنا السبورت حطينا بدلها تو رياكشن في الاكس والواي لانه هذا بتقاوم الحركه في اتجاهين، وحطينا الوزن في السنتر اوف جرافيتي، وحطينا الشد هنا. تمام؟ زي ما هو ايش في الكيبل. Finally we need to apply the equations of equilibrium. بعد هيك ايش حنطبق معادلات الاتزان to solve for any unknowns، لاي مجاهيل موجوده عندنا. طيب ايش معادله الاتزان الموجوده عندي؟ خلينا نشوف، خلينا نطلع هنا وياكم ندردش في الهواء، بدناش نحل بدنا ندردش فيه. نحلل هذه، هاي الاكس والواي تاعتنا. تمام؟ واحد افقي وواحد راسي، معلش اعوج شوي بس هو افق وراسي، تمام؟ هاي تي كوزان ال 70 ولا لا؟ وهاي تي ساين ال 70، تمام؟ كم مجهول تي وتي؟ يعني نفس واكس واي، هاي ثلاث مجاهيل اي اكس واي واي، تمام؟ لو خلينا سميشن اف الاكس بيساوي صفر، حنلاقي اي اكس ناقص تي كوزان ال 70 بيساوي صفر، كم مجهول في عندي؟ مجهولين. نقدر نحل المعادله حالها؟ ما نقدرش. ناخذ سميشن اف الواي بيساوي صفر، سميشن اف الواي بيساوي صفر، بنلاقي اي واي زائد تي واي ساين ال 70 ناقص 1962، ها شفتوا هاي لازم معها بيساوي صفر. برضه في عندنا اي واي وفي عندنا تي ساين ال 70، فصار عندنا في المعادله الاولى اي اكس وتي كوزان ال 70، في المعادله الثانيه اي واي وتي ساين ال 70، ثلاث مجاهيل في معادلتين، نقدر نحلهم؟ مش حنقدر نحلهم. طب لو رحنا على معادله العزم اللي تو قلنا احنا في عندنا معادله عزم انه مجموع العزوم عند اي نقطه بيساوي صفر. طيب هاني شباب بيحكي لي مجموع العزوم عند اي نقطه بيساوي صفر، طب انا وين بدي اخذ العزم هنا عشان اقدر احل المعادله؟ شوف لو اجى واحد قال بدي اخذ العزم هنا في نقطه هنا، طب حصير عندي برضه ثلاث مجاهيل في المعادله، صار عندي ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، بصير اني احل ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل صعبه. لو اخذنا العزم هنا ها حلاقي هذا بروح وهذه بتروح، بصير عندي اي واي برضه عندي بصير ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، ماشي بنحل بس صعب. عند اي نقطه شوف بدك تدور على نقطه تلغي مجهولين،
كيف تقدر بدك تدور على نقطة تأخذ عند العزم، بمجرد أنك تأخذ عند العزم يعني مجهولين بروحه فهم. واحد بقول لي هنا ما صمش العزم هنا بيساوي صفر، لا حتروح التي تي كوزان 70 تيسا، بس الاي اكس والاي واي ماين برضه بضلوا، بصير عندي برضه ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، يعني المعادلتين بتاعت الاف اكس واف اكس بيساوي صفر واف واي بيساوي صفر، بتاعت العزم هذه الثالثه. احسن مكان او احسن نقطه اخذ فيها العزم عند النقطه هذه، صمش العزم عند اي بيساوي صفر، اها صمش العزم عند اي بيساوي صفر، بصير عندي 1962 في 1.4 سالب تي كوزان 70 في 1 البعد العمودي بالموجب تي ساين السبعين في اثنين بونت اثنين، تمام في اثنين بونت اثنين اللي هي هذه بونت ثمانية، فبيظل عند المجهول بس التي، فبطلع قيمة التي، برجع معادلة سمشن اف اكس بيساوي صفر بطلع قيمة الاي اكس، سمشن اف الواي بيساوي صفر بطلع قيمة مين الاي واي. ملاحظين اول معادلة طلعت الحل معادلة المومنت، مع ان استخدمت اخر معادلة. فدائما يا شباب معادلة المومنت هي الحل الاساسي في موضوع الفري بادي دايجرام، تمام. ممكن باش مهندس استخدم معادله المومنت اكثر من مره، ممكن تستخدم معادله المومنت اكثر من مره عند اكثر من نقطه، زي ما هشوف كثير مسائل ان شاء الله جيت عندنا، تمام. عشان هيك شباب حنلاقي شابتر 6 تاع التراس هو عباره عن تطبيق على شابتر 2 على شابتر 3 وشابتر 5. شابتر 6 عباره عن تطبيقات على شابتر 3 وشابتر 5، يعني ايش اخذنا في شابتر 3 وايش اخذنا في شابتر 5 كله حنعيده في مين في شابتر 6 بشويه حاجات زياده عليه على الشابتر، تمام تمام شباب. هنا معادله المومنت حلت لي مين المساله، تمام. طيب يجي برضو نفس الكلام هنا، انتم ملاحظين يا شباب هنا قبل شوي كانت السبورت هذه بتقاوم الحركه في اتجاه واحد، هذا السبورت بتقاوم الحركه في اتجاهين، وهنا كمان كانت السبورت هذه بتقاوم الحركه في مين في اتجاهين، يعني لها تو رياكشن. طيب الى اجى جاب لي سبورت جديده قال لي هذه بتقاوم الحركه في الاتجاهين في الاكس وفي الواي، شالها عشان نرسم الفري بادي دايجرام. الفري بادي دايجرام زي ما هو بتاخذ السيستم هاي زي ما هو، هاي وزنه هان 981، تمام. وقال لي هذه السبورت بتقاوم الحركه في اتجاهين وبتقاوم العزم، يعني مستحيل يصير فيها روتيشن، تمام. ففي عندها اي اكس وفي عندها واي وفي عندها ايش عزم ام اي، يعني حقول لكم ايش اسمائهم بالتفصيل، تمام. وهنا في عند الفورزه 1200 وهذا عندي ايش الوزن تاعها. هذه شباب هتقاوم العزم الحركه في اتجاهين وبتقاوم مين وبتقاوم ايش العزم. هذا صار اسمه الفري بادي دايجرام. كم مجهول في عندي؟ هذا معلوم وهذا معلوم، عندي اي اكس مجهول اي واي مجهول والعزم مجهول، ثلاث مجاهيل في عندي. كم معادله في عندنا؟ سمشن اف اكس بيساوي صفر، اي اكس كم حتساوي؟ حتلاقيها حتساوي صفر. سمشن اف الواي بيساوي صفر، بتصير عندنا اي واي في الموجب ناقص 1200 ناقص 981 بيساوي صفر، بنطلع اي واي. ظلت عندي مين مجهوله؟ المومنت. باخذ سمشن العزم هنا بيساوي صفر، اها العزم عند اي نقطه بتضلها زي ما هي. العزم هذا شباب دير بالكم مش لما تيجي عند نقطه بتروح، لا فبنقول 1200 في 2 بالسالب ناقص 931 981 في 3 بالسالب زائد ام اي، هذه زائد ام اي بيساوي صفر، بتطلع قيمه مين؟ بتطلع قيمه او مين. فالكلام حكي درو ان اوت لاين شيب ايماجين ذا بودي تو بي ايزوليتد اور كات فري فروم اتس كونسترينت اند درو اتس اوت لاين شيب شو اول ذا اكسترنال فورسز، زي ما حكينا الفورسز الخارجيه اللي هي ايش الفورسز الخارجيه يا شباب؟ الاكسترنال فورسز كل الفورسز اللي بتاثر. بتتذكروا في الانترودكشن عرفنا الاكسترنال فورسز والانترنال فورسز، وقلنا الاكسترنال فورسز هي الفورسز اللي جايه من الخارج او عباره عن الرياكشن فورس، التنتين يعني يا اما فورس ابلايد او رياكشن او رياكتيف فورس، هذه كانت عباره عن فورس خارجيه. فالفورس الخارجيه هذه فورس خارجيه، هذه فورس خارجيه من الوزن، وهذه رياكشن فورس، فورس ايش مالها؟ خارجيه. These typically include applied loads، هاي ما كاتبهم، تمام. ال external force عبارة عن applied loads support reactions and the weight of the body، يعني في عنا دائما يا شباب external force يا إما applied loads، هاي applied loads هذه، تمام applied يعني force إحنا حاطينها، أو وزن هاي نو، أو عبارة عن reaction، هذه كلها عبارة عن إيش external forces. طيب يا شباب يعني احنا قبل شوي حكينا في موضوع الدعم السبورت، وقلنا في سبورت بتقاوم الحركه في اتجاه، عشان هيك حطينا لها رد فعل واحد زي ما شفنا في السؤال اللي هنا، تمام. رد فعل واحد عشان بتقاوم الحركه بس في اتجاه واحد، ها. وهذا قلنا سبورت بتقاوم الحركه في اتجاهين، عشان هيك حطينا رد فعل في الاتجاهين، تمام. وقلنا سبورت بتقاوم الحركه في اتجاهين وبتقاوم ايش؟ وبتقاوم عزم. كل واحده من الثلاثه لها اسم ولها معنى، تمام. لها اسم ولا معنى. هذا والحاجه في سبورت اسمه الكيبل، قلنا الكيبل اول ما نشوف كيبل اقطعه وحط فيه شد فورس اف او تي. طيب في يا شباب
شغل اسم السبورت اللي اسمها رولر. السبورت اللي اسمها رولر هيك بكون شكلها، اذا نرسمها يدوي بطريقة دويرة تمام، تحتيها خط تحتيها هيك تمام، هاي بسميها رولر سبورت. رولر سبورت اللي هي نفس الشكل هذا شباب، هاي شايفينها رولر سبورت. هذه الرولر سبورت هي السبورت اللي بتقاوم الحركة في اتجاه واحد عمودي على سطحها. وين سطحها؟ اذا كان سطحها افقي زي كده زي ما انا راسمه، هي بدنا نشيلها ونحط بدالها فورسز عمودية ايش؟ على سطحها تمام؟ طيب هيا رسم هنا رول سبورت، بس ايش مالها؟ بشكل مايل، وانا سطح تاعها هي، فالفورس تاعتها عمودي ايش؟ عمودي على سطحها، ضروري اتجاه الفورس يجيبها والزاوية تاعته تمام؟ طيب ايش مهندس ممكن يكون العكس؟ ممكن تفرض العكس تمام؟ عمودي على سطح بس السهم لتحت تمام؟ مش بس المشكلة المهم يكون ايش ماله؟ عمودي على سطح. فأول نوع من أنواع السبورت الكيبل قلنا بنقطع بنحط فيه شد، هذا عارفينه. النوع الثاني اللي هو الرولر بيكون فيه بنشيل، لما نيجي نقول هذه رولر سبورت يعني بتقاوم الحركة في اتجاه واحد، هذه الاتجاه عمودي على سطح الرولر. عمودي على ايش؟ على سطح الرولر. اذا كانت كده الرولر بيكون هيك الاتجاه الفورس تمام، اذا كانت هيك مايله باتجاه ثاني بيكون اتجاه الفورس هيك عمودي على سطح تمام. هاي بنسميها سموث بن اور هنج تمام. في شغله اسمها هنج يا بن سبورت او هنج سبورت، اذا قالها انها بن او هنج بتقاوم الحركه في اتجاهين اللي هي نفسها نفسها ايش مال هذا شباب، هذه عباره عن بن او هنج سبورت تقاوم الحركه في اتجاهين وهي نفسها في سؤالها تمام. هذه بن او هنج سبورت بتقاوم الحركه في اتجاهين، يعني بتقاومش عزم بس بتقاوم الحركه في الاكس والواي. هذيك الرولر بتقاوم الحركه بس في اتجاه واحد سواء كان اكس او واي او اي اتجاه ثاني تمام، كويس في اتجاه واحد وبتقاومش عزم وبتقاومش الحركه في الاتجاه الثاني. هذه بتقاومش عزم صحيح بس بتقاوم الحركه في مين؟ في اتجاهين. ودائما شباب الاتجاهين عمود على برضه على واحد عمود على السطح واحد موازي للسطح، يعني اذا كان شكل هي الهنج زي كده تمام، ونرسم لما نيجي نرسم هذا وهيك نرسم الهنج شباب مثلث وتحتيه ايش؟ شحطات زي هيك، هنا قلنا دائره تحتيه شحطات، هذا بقاوم الحركه في اتجاه وفي اتجاه. طب اذا كان المثلث مرسوم كده هي يعني شكل السبور يكون واحد عمود على السطح واحد موازي للسطح تمام، هاي بدالها شالها وحط بدالها واحد في الاكس واحد في مين؟ واحد في الاكس واحد في الواي تمام. طب ليش حطها او قال لي اور هذا؟ ما هي شباب الاف اكس والاف واي وين الريزلت بتاعتهم؟ الريزلت بتاعتهم جايه في النص تمام، عباره عن ريزلت جايه السبورت الثالثه اللي هي كانت هنا قبل شباب السؤال قبلي، هذه شايفينها شباب تقاوم الحركه في الاكس وفي الواي وقام عزم يسميها فيكس سبورت، او دائما تلاقيه يسميها فيكس سبورت او فيكسيشن. دائما بتلاقي المهندسين يقول كلمه فيكسيشن هي اسمها الفيكس سبورت، فبتقاوم الاكس وبتقاوم في الواي وبتقاوم عزم. هذا شباب الكلام كلام نظري لحد ما، يعني انا في الحياه العمليه ممكن اجيب سبورت بتقاوم الحركه في الاكس وفي الواي وبتقاوم روتيشن بتقاوم عزم. يعني انت تعال اقدح المقدح في حيطه وحط فيها شو اسمه مثلا برغي او ايش بسموها هذه فليبسه، او جيب حديده تاعت زي منشر غسيل واعملها واقدحها في الحيطه واثر عليها فورس، ما بتتحركش لا في الاكس ولا في الواي ولا بتلف، مستحيل تلف. بس لو روحت شب ضليتك تاثر عليها فورس تاثر ايش حتلاقي؟ البراغي اللي في الحيطه ايش يصير فيهم؟ بدهم ينقلعوا. ايش اللي ينقلعوا؟ يعني بيصير فيها روتيشن. يعني هذه لحد معين هذه الحديد اللي حطها في الحيطه لحد معين قاومت الحركه في الاكس وفي الواي وقاومت العزم، بس لما زودت اللود زياده عن حد معين بطلت تقاوم عزم، فبطلت اشمالها فيكسيشن تمام. فايش موضوع الفيكس والهنج؟ فيش حاجه اسمها في الدنيا فيكس مطلق، وفيش حاجه في الدنيا اسمها هنج مطلق تمام. هي بنقول اقرب للفيكس اقرب للهنج، بس احنا في المسائل عشان الحل بنسهل على حالنا، بنجي بنقول لكم هذه هنج هذه رولر هذه فيكس هذا كيبل تمام، بنسهل على حالنا ايش الموضوع. بس انا عندي شباب ثلاث سبورت، الرولر سبورت والهنج او البن سبورت والفيكس سبورت والكيبل. هذول شباب الاربع سبورت رئيسيات تمام، لازم احنا نفهمهم. هاي الرولر بتقاوم الحركه في اتجاه واحد عليها رياكشن واحد اول ما اشوفها، هنج او بن بتقاوم الحركه في اتجاهين يعني عليها تو رياكشن، الفيكس نرسمها كده فيكس هيك عليها من دون ولا دوير ولا هان، بتقاوم الحركه في ثلاث اتجاهات يعني في الاكس وفي الواي بتقاوم ايش؟ بتقاوم عزم تمام. المحاضرة هاي يا شباب بكفي لعند الهان، المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل، بناخذ أكثر من سؤال وبنرسم لهم الفري بيري دايجرام تمام؟ عشان نكمل جزء ايش؟ الجزء هذا من الشابتر، وفي المحاضرة اللي بعديها إن شاء الله ممكن ندخل في حل المسائل، ندخل في ايش؟ في حل ايش؟ المسائل. يعطيكم العافية.